حليب التموين اللي تدفع عليه الدولة دعم يباع في السعودية وفي حبر الباطن، هناك مو محتاجين، لكن هذه الدولة تدعمه. لذلك موضوع التموين وبيعه وصل الغارد حطوا عليه علامة استفهام. عطنا التغريد. هذا حليب التموين ينباع في حفر الباطن، محل اسمه يلا. آخر تقرير على أروح لي على الصورة مخرج ما يخالف.